اوعى اوعى يا حبيبي ناكل اوعى. هو في احسن من كده اكل؟ خبلان ايه؟ أمينة بحبك وأنا بموت فيك. العروسه بتتفرش كم مره؟ ابراهيم دي هتتلسع. اول ما تخلصي امتحانات السنه دي هطلب ايدك. ايدي بس؟ لا الاول ايدك وبعدين رجلك. بتضحك يا ابراهيم. هتيجي بقى على فكره قريب قوي هتخلص مني. ليه هتودعي؟ جاني عريس. على ايه؟ وانا لسه وافقت. انت مش هتكمل اكلك ولا ايه؟ اتكلم راحتك. انت لسه بتشوفي صلاح؟ هو كوني قلت لك ان جاني عريس يبقى ده معناه اني لسه بشوف صلاح؟ اصلك ما بتزهقيش من حكايه العرسان اللي بتجيلك كل يوم. امبارح جاني عريس، النهارده جاني عريس، بكره جاني. كان قصدي احكي لك مش اكتر. وطبعا اخرة حكاية العريس ده انك رفضتيه مش كده؟ يا سلام على التضحية. يا ريت نتكلم في موضوع تاني او ما نتكلمش خالص احسن. انت اعصابك تعبانة وانا كمان تعبانة اكتر منك. قرف في البيت والكلية والشغل. مفيش مرة حاول فيها صلاح يلمسك يا امينة؟ الدرجات دي رخيصة عندك؟ فعلا صلاح حاول ان هو يلمسني بس انا ما خليتوش. مش عايز تستنى انت حر. أنا لما بقولك إن جاني عريس ما أقصدش أبدا إني أجرحك. أنت روح تجيب الستاير من عند الراجل، ما تسيبهمش مرسومين كده. والقدر الصفيح دي تجيب احسن منها، والحنفيات ام بلاش دي تغيرها، وكواليد الباب تغيرها خالص ما تنفعش. حاضر. قول ان شاء الله. ما تيجي يا ابني تريح من المشوار. لا معلش، الحق امشي قبل ما تقول لي غير الشقه بالعفش باللي فيها. هو الخن اللي انت بتقول عليه ده شقه؟ اجري. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. على روحها بالمفتاح. خبطه جامد. تاني فضايح. انت جاي لي من انهي مصيبه تهب في وشي؟ خش جوه اضرب. شيل ايدك من عليا يا مصطفى، مش ده خلاص؟ سيبه يا ابراهيم. خش جوه سيبه.
عاوز تضربني بخشوع علي؟ زي ما ده كلامك. سامعني الكلام اللي بيقوله؟ كلامي مش عاجبك يا كلب يا ابن الكلب. يا سبت المحاماه وشغلت حرامي غسيل ولا ايه؟ ما رحتش شغل عزيز ما لقيتوش. 18 جنيه. ايه اتخانقت مع ابوك العاده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا فاضل نص ساعه وخلص، لسه الان بالمره نروح بعد عزيز سوا. هلا يا عزيز، بلاش افترى هلا، سيب لنا حاجة. صدقني هلا ده مش كويس عشاني، قصدي مش كويس عشانك. يلا بقى ده بكرة الجواز يخلصكم العك ده كله. نعم، يعني أنت مش هتاخد دورك مع هنوك؟ لا طبعا يا حبيبي، أنا راجل بحبه ماليش في الهلس ده. السفر اللي هيخلصنا من الهلس ده. سفر؟ هتسافر فين بقى إن شاء الله؟ أي بلا أزرق بعيد عن هنا. السفر ده مش عايز فلوس؟ عاوز. وهتجيب منين؟ هسرق. تسرق ايه؟ اي حاجه بالنسبه لصاحبها، في حين انها تقدر تسفر 10 اخر الدنيا مرتاحين. نخرب بيتك عزيز. عزيز الحق يا عزيز، الحق يا مهزر، الواد اشرف عايز يسرق محطه البنزين اللي بيشتغل فيها. عزيز كلم، ما تتلم شويه بقى. عزيز قوم يا عزيز كلمه عقله يا عزيز، الواد اتجنن. بيتك على بيت الواد، عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايزك تقوم تكلمه، ما تعقله شويه هنادي بقى، عايزك تقوم تعقله وكلمه. يا خبر ابيض، طب قوم قول له ان السرقه حرام. يا جدع هقول له حرام ولا عريان؟ حرام. اعمل قلنا ليه؟ خدها. قال لك ايه؟ مش عاوز. خلاص اشبع بيها. ماشي. ايه بقى حكايه السرقه دي بقى؟ معرفش، اسال الاستاذ وقرف منه. معاه بكالوريوس، ناقصه ايه عشان يسرق؟ مش عارف. ناقصه يعمل مستقبل. والمستقبل هيتعمل بالسرقه؟ هعمل ايه يا غريب؟ مفيش غير كده. هو تعبت عمال اشتغل ليل مع نهار مفيش فايده. هتجوز امتى؟ ايوه يعني انت عايز تتهبب تتجوز ولا تسرق؟ عايز اعرف موقفكم ايه؟ موقفنا؟ اظن هنوافقك ونسرق معاك، انت اتجننت ولا ايه؟ بص اقول لك ايه، عايز تسرق يلا روح اتكل على الله اسرق. ديتها ايه يعني؟ 10 سنين سجن وتتخرج حرام رسمي 100 100. اما بقى لو عايز تتجوز فدي بعمل لك بقى فيها خطه طويله المدى 100 سنه بلاش؟ تبقى فاخت الياس بيكم. ده اخر كلامكم؟ اسمع يا اشرف، لو نفذت اللي في دماغك وسرقت انا هبلغ عنك. بلغ ضربوا لعوة على عينه. انا بلغ. اسمع يا ابراهيم، انت لو بلغت عني انا مش هعتقك. هتهددني هذا ولا ايه؟ ايوه بهددك. وين ايدك؟ يا اخوانا خليته يقلع العيال الصغيره. ما تسيبه عم ابراهيم يسرق يتهبب ينتحر وحر يا عم. البت قنوش دي بنت، انما ايه؟ كده اوعى تغلط في الاجراءات يا ابراهيم. استاذ عيد انا تلميذي. لازم تثبت جواز هند الساكت الثاني بعد جوازها من حمدي علشان نعمل لها قضيه اداء. طمن يا استاذ، كل حاجه هتبقى سليمه ان شاء الله. كل يا جدي ولا يهمك. اهلا يا بابا. افتكر ورداني؟ اكيد ماما افتكرت ان انت مش جاي. تفتكر على كيفك، انا نبت على قلبها لغايه لما يموت.
لك يا حاج. اهلا يا عرب. يا اخويا بعد الشر عليك، هي البت هدى لسه ما جاتش؟ لسه. المسروت اللي كان في بيت محمد شاهين كان ليه اعتداء. اصل ابراهيم ابني خبطته عربيه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا امير؟ ده انا مش قادره اتلم على نفسي من ساعه ما جاني الخبر. لا يا اختي اتلمي وفضك من الكلام ده شويه، ما تفوريش في وش الواد. اقدر ولاطف احمده على كل حال. السلام عليكم. اهلا يا امين، اتفضلي. الف سلامه يا عم. الف سلامه لابراهيم يا اختي. السلام يا حبيبتي. انا بقول نخرج احنا. قوم. ما تقولي مستنيه ايه؟ يلا يما يلا. أمينة. أيوه يا سيدي، أمينة اللي ربنا خلقها عشان تتعسب بيه. أخص عليكي. هو من غلبي. أنا كنت جايلك. وبدل ما تجيلي طقت في دماغك تطوسك عربيه، مش كده؟ انت هموت. ده زي القرد اهو، ولا هي الخبطه يعني اثرت على نفوخك؟ وحشتي. وحش بيا. جاي عايز اهرش، عايز اهرش. اهرش له يا ابراهيم؟ تتهدى يا بنت. اسمع بقى، انت تبطل دلع وتقوم بسرعه. ايه ده على كتفك؟ بقول لك قوم بسرعه. هشوفك امتى؟ هتشوفني سيدي الصبح وانا رايحه الكليه، وزي دلوقتي وانا رايحه الشغل. كفايه ولا طمعان في حاجه تانية؟ انا طمعان في حاجات كتير. يبقى خلاص شد حيلك وخلصت من ركبه الجبس والمواويل اللي انت فيها. باي. عاوز سلام. لو ما كنتش لحقت دلوقتي كنت جيت في البيت. تجيني البيت؟ ليه في ايه؟ لا كنت عايز اتكلم معاك شويه. اسف. امين انا من حق ادافع عن نفسي. عليك وعلى اقرب محكمه. اسمعيني بس. انا عارف اني ظلمتك. انت عايز ايه؟ عايزك تسامحيني. ربنا يسامح الناس كلها، عايز حاجه تاني؟ امين انا لسه بحبك ورجع لك عشان اتجوزك. بقول لك ايه؟ ما تفضلش على دماغي وتورمها اكتر ما هي ورمه. ما هو لا يمكن تكوني كرهتيني. استني بقى احسن هعمل لك فضيحه في الشارع. طب خلاص تعالي اركبي معايا واوصلك. مش عايزه حد يوصلني، انا بحب الاتوبيس. اوصلك بحب ثانيه الاتوبيس يا حساب المرة اللي فاتت والمرة دي. حاضر. خلي بالك يا اشرف، انا رايح ادوت مية. اتكل على الله. انت Thank you.
فين؟ مش شايفين يا فندم. ممكن نتيجة نفوي؟ حاضر. كله تمام؟ تمام. امسك دول. تعال ورايا. امسك. اضرب. ليه؟ اسمع الكلام بقول لك اضرب. انت بتتدلع. اضرب جامد يا بني ادم. انت فاهمني اضربك ليه؟ عشان ابعد عني الشبهه. اضرب اضرب ولا اضرب فيك. على دماغي. ما بقتش بحاجه. لما فوت لقيت اشرف واقف مع واحد بيقول له ضربني اضربني اضربه وضربني. انا لما سمعت صرخته جريت جري عليه. انا ما صرختش. اسكت خالص. حاضر ايه؟ لقيته مرمي على الارض ولسه عمال اشوفه ماله. فجيت بواحد ضربني على دماغي ما حسيتش باي حاجه وقعد على الارض. ما قلتش اي حاجه من اللي قال عليها دي. لا قلت. تعرف تسكت؟ اعرف يا بيه اعرف. من حوالي اسبوعين جه واحد لاشرف وكان شايل بوقه كبيره. وبعدين فضل مستني في الجنينه هناك لحد ما خلص. هاتوهم الاثنين. يا بيه انا ذنب ايه تاخدوني يا بيه؟ انا ما عملتش حاجة. يا بيه انا ما عملتش حاجة يا بيه. حرام عليكم. من يوم ما خرج مش عارفة اشوف ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ بقى البيت قدام البيت ومش عارفة تشوفيه. ايه ده؟ مش عايزاني اروح البيت؟ ده انا يوم فرح حنان لما قابلته على السلم كنت هتجنن. وليه ما تروحيلوش؟ فصلك مش فاهمة حاجة. احنا في حتة لو الواحد جاله مغص او كح بيتعرف ليه. حيلك بقى يا امينة. نظفي دماغك بقى شوية من التراب اللي عليها. يعني ده. نظف دماغي ووسخ سمعتي. ولما انت خايفة قوي على سمعتك ليه بقى بتعملي علاقة من اصله؟ ازيك يا نادر؟ الحمد لله على سلامتك. ابني اتصل بيا بقى اول ما تروح الشغل. Thank you.
انا عايزه اروح لدكتور امراض نساء. ايه انت حامل؟ ايه حامل ازاي يا بنت؟ بتحصل ضريق واحد بيتمني ولو عندي احد بيتمني. طب يعني نياني دمك خفيف قوي. هتيجي معايا ولا هروح لوحدي؟ تشتكي من ايه؟ وانت مالي؟ عايز تعرف ليه؟ يمكن افيدك ونوفر الفيزيتا بتاعت الدكتور. ايه ده؟ انت بتفهم في الحاجات دي؟ انا طبعا انا بفهم في كل حاجه. جربيني كده ومش هتندمي. يعني ايه؟ هتكشف عليا؟ تحسي بيه بالظبط؟ يعني في حاجات كده مش فاهماها. ازاي؟ فاهم. اوعى بقى عشان انا متاخره عن الشغل. اوعى. باي باي. انزل يلا امشي خش. مرسومة حلو يضربك وتضربه وتطلعوا منها انتوا الاثنين. وانتوا الاثنين ايه؟ نضرجية؟ نضرجية ايه؟ انت هتقسمها بمزاجك؟ قد الغلط. لسانك ده هقمط لك رقبتك كبير. طلع ايدك من جيبك يا شاطر. بردان بردان ايه ده فيه؟ بس طلع ايدك من جيبك. كانوا معاكوا؟ والله العظيم ما كنا معاهم. انت مش عايز تعيط. ايه الصوت يا فندم؟ ابراهيم وعزيز ما لهمش دعوه بالموضوع ده. ما كانوش يعرفوا ان اشرف هيخيب وهينفذ اللي في دماغه، وانا كمان هخيب وهطول. يا حسيني سلفتاوي والبردان دول يستنوا شويه، والاثنين التانيين يتحولوا على النيابه الصبح. وانا ليه؟ انت روح. يلا اتفضل. يلا يا اخويا يلا. عشان تبقى طول لسانك وتعلي صوتك. امشي. اقف هنا. ها ايه الاخبار؟ فيش لازمين الغلاسه للصبح وبعدين هنروح. هي دي اخرتها؟ البهدله في اقسام الشرطه والفضائح في وسط الناس؟ بهدله وفضائح ايه بس يابا؟ حلمك عليا انا مش ناقص. البسي هدومك. انتي ليه قلتي انك انسه قبل الكشف يا سلمى؟ مش فاهمه. انتي متجوزه؟ لا مش متجوزه. لكن بتمارسي الجنس؟ ايوه بس في حدود. حاولي توضحي. الحقيقه مش عارفه اوضحها. تفتكري اخر مره جاتلك فيها البيريود؟ ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ غشاء البكاره عندك مفضوط. ايه؟ ازاي؟ ازاي ده مش ممكن تحصل ابدا؟ انا لسه بنت. حضرتك غلطانه، ممكن تريدي الكشف تاني؟ حاولي تهدي نفسك.
انا كتبت لك على مرهم بالافرازات اللي عندك. ارجوك اعيد الكشف. الاهم من اني اعيد الكشف هو ان احنا نتاكد اذا كان حصل حمل ولا لسه. حمل؟ هو ممكن يكون في حمل؟ ممكن. لا لازم تعرفي ان الامور اللي زي دي اذا ما كانتش تتعالج بحكمه. غير ما تكملي. انا عارفه. متشكرة. اريده موكلي هو اثبات حقي الذي اقره الشرع والقانون. دي مجموعه صور. صور سليمه. مش متركبه غلط. لموكلي وهو بيلبس السيدة هل الدبل والشبكة في حفل خطوبة بسيط ضم بعض الأصدقاء والمعارف يمكن سؤاله. ودي مجموعة صور سليمة مش متركبة غلط لموكلي والسيدة هند مصطفى الساكت أثناء توقيع عقد الزواج العرفي الذي يعلم الله وحده والسيدة هند أين اختفى. ودي مجموعة صور برضو سليمة مش متركبة غلط لموكلي والسيدة هند في اسكندرية سافروا ثلاث ايام على حس رحله بالكذب تبع الكليه اللي طبعا بتدرس فيها السيده هند وهي اللي اخترعت الكذبه دي لانه كما هو ثابت لعدالتكم ان موكلي اكتفى بالابتدائيه واشتغل ميكانيكي ودلوقتي بقى عنده ورشه كبيره قوي. ودي صوره من كشف النزلاء في الفندق اللي اقام فيه موكلي والسيده هند مصطفى الساكت بموجب عقد الزواج العرفي واللي ثابت في الكشف هنا. هذا كله بالإضافة إلى ما أثبته شهود عقد الزواج العرفي أمام عدالتكم هنا بصحة هذا العقد وما أثبته بواب العمارة التي يسكن فيها موكلي والتي ظلت السيدة هند مصطفى الساكت تتردد عليها لأكثر من سنة بصفتها زوجة لموكلي. تأجل القضية لجلسة 25/12. اللي بتعمليه في نفسك ده هو اللي هيجر عليك المصايب كلها. في مصايب هتتجر عليا أكتر من كده. أنت تقولي لإبراهيم. أقول له إيه؟ اللي عرفتيه يا أمينة. فكرة اللي قلته لإبراهيم اللي أنا عرفته. هيصدق؟ لازم يصدق. ولو صدق هيبقى موقفه إيه؟ أكيد لو بيحبك مش هيسيبك. هيفضل معاكي. تفتكري؟ أنا شفتها في المحل اللي بتشتغل فيه وتابعت أخلاقها. وتأكدت إن الإنسان اللي ممكن أقضي معاه بيت عمري. أيوه يا ابني بس الحرور في الأمور دي برضه واجب. لا الحمد لله ربنا ميسرها لي من واسع مش ناقصني غير الجواز. وأميلة عارفة إنك جاي؟ لا مؤاخذة يا ست اعتدال أنا داخل البيت من بابه. أيوة يا ابني بس الجواز ده محتاج لي فلوس كتيرة. مش مشكلة أنا جاهز من المجاميع والشقة والعفش وكل الأجهزة الكهربائية. أنت يا أخويا جاهز إحنا بقى مش جاهزين. وبصراحة كده لسه ما خدناش نفسنا من جواز أختها وظهرنا مقطوم. يا ست الكل الأمور المادية مش في دماغي خالص أنا جاي عايز أمينة وعشان الدين توافق. ايوه يا ابني بس ادينا شويه وقت نسالها ونسال عليك. اتفضل. تسلم الايادي مش عايز الحكايه دي تطول. وليه يا طنط؟ ان شاء الله مش هتطول. مات. شويه تعب عبيد وراحه لما شفتك. ايه عجزتي؟ يمكن عجزت او بتدلع. وانا مش من حقي اتدلع ولا انت لوحدك بس اللي من حقك تتدلع ولا لا؟ في ايه يا امين؟ ابراهيم اللي ممكن يخليك تسيبني. في ايه؟ اتكلمي.
ممكن تستنى بره شويه. لا نستنى بره ليه؟ مالك خفتي كده؟ في حاجات من صح اني اسمعها؟ انا ما بخبيش عنه حاجه، وبعدين هو فيه ايه؟ شوف يا ستي، غشاء البكارة عندك فيه قطع بسيط جدا زي ما انا راسم هنا في الورقه. انا شايف ان مفيش مشكله ما دام انتم مخطوبين وهتتجوزوا، وحتى لا قدر الله لو مش هتتجوزوا برضه مفيش مشكله. هي عمليه بسيطه جدا، هتاخد ساعه وهتقومي عادي خالص. العمليه دي تكاليفها ملاليم، انا عن نفسي ما باخدش اكتر من 300 جنيه. ساكت ليه؟ ما تتكلم، انت ايه اللي بيدور في دماغك؟ انا بكلمك رد عليا، ما تبصليش كده. وعليكم السلام ورحمة الله. اتأخرتي ليه؟ مبروك يا أمين. مبروك؟ ليه؟ حضري العشاء لأختك، اتعشيت. مش عارفة مبروك ليه؟ هتعمليهم على أمك يا بنت؟ ماما أنا تعبانة وعايزة أشوف حضرتك بدري وعايزة أنام. إيه حكايتك يا بنت؟ مفيش حكاية، عايزة أنام. مش عايزة تعرفي إن صلاح طلبك للجواز وأنا وافقت؟ مبروك. مش تعرفي إيه اللي حصل؟ عارفك بإيه؟ مالك يا بنت راجعة مدلوخة كده ليه زي اللي مخبوطة في دماغها؟ تعبانة، تعبانة. وبعدين أنتِ مش قابلتيه وقعدتي معاه وطلبتي الجواز ووافقتي، عايزة مني إيه بقى؟ حسنية، حسنية، حسنية. خرشة نفس اللي بتيجي. يا لهوي، يا لهوي. هاتيلي. ده أنا جبت لك دكتور حالة. يا مصطفى، يا إبراهيم. يا رب الحقوني يا ابني. هاتلي كوبايه ايه يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ هتفضل تقول له مالك؟ روح شوف عربيه عشان ننقلها في الدش. تعالى يابا. مش خايف غير عليك، انت صعبان عليا، قالك من يوم ما وريتها الدنيا ما شفتش مني ريحة. سامحني يا ابني، سامحني، انا قصرت في البيت ليك. خد بالك من نفسك، بص لمستقبلك وسيبك من الدوشة اللي جواك. سنية. الدكتور هيمر. همر عليك بكره. ربنا لوحده اللي يعلم اليوم ده عدى عليا ازاي يا ابراهيم. الدكتور يأكد اني وانت سبتني ومشيت ساكت. مبقتش فاهمة معنى سكوتك ده ايه؟ شك فيا ولا لقيتني بتذل وانا بسألك؟ اتكلم، تغطيني. فعلا فعلا ساعتها حسيت بكل الذل والرعب انك تسيبني او تتخلى عني. لا يمكن اتخلى عنك ابدا يا امينة، انا من خوفي عليك لساني تعقد وما قدرتش اتكلم.
من غير ما احس مديت ايدي عليك. لو صدقني انا هموت. يا امينه انت مراتي قدام ربنا. بكره هتبقى مراتي قدام كل الناس. مين اللي جاي تطلبها للجواز يا ابن حسنيه؟ جريء اعتدال. في ايه يا ست ام امينه؟ بتتكلمي كده ليه؟ بس خلاص يا اعتدال. ما بسش. هي بيوت الناس لعبه؟ جاي يطلب ايه فين تبقى اماره ايه؟ اصل ابوه ولا عزبه المحروسه امه؟ الله، ايه الكلام اللي مش محترم ده؟ خلاص يا اعتدال. نعم تعالى. الجواز يا ابني اسمه نصيب، معلش. الجواز محتاج لشقه وعرش، مش عيشه صفيح وحصيره مهربده؟ اتفضل. شرفت يا ابني. استنى، خد الطفل بتاعك يا ابن حسنيه. كفايه كفايه يا ماما، ارجوك كفايه. انا مش هنسى ان انا في بيته وليه حرمته. انتهينا يا ابراهيم يا ابني، بلاش نكبر الحكايه. مع السلامه. لزوم ايه التنغيص ده يا اعتدال؟ الراجل داخل بأدبه. أشرف عبد الهادي رياض بالسجن 5 سنوات، وعلى المتهم الثاني طارق رزق الله محمود بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة. بسيط. إبراهيم اعمل لنا استئناف، خليهم يقللوا المدة. هعمل. يبقى زورنا يا إبراهيم أنت وعزيز. زور بلغهم في البيت اللي هم منه كل الله. قول لهم ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم. مع السلامة. السلامة. أنا كده هتأخر. توصلني؟ لو أنت مش عايزة مش هخصم عليكي. حبلك ده حوالين رقبة البنت يا اعتدال. اسكت يابا، انا مش ناقصه.
بعدين البنت تخلص منك وتموت. تموت تروح في 60 داهية، إياك أعرف أخلص من الهم اللي أنا فيه. صوتك جايب لآخر الشارع. أنت هليت؟ تعالى يا أخويا شوف بنتك مش عايزة تتجوز ليه؟ وانت بعيد دي هتخليها تواجه. مش عاجبك عليا، وريني يا اخويا عملك. لو مش عايزاه بلاش منه خلاص. ده مش جبنا منه، ولا ان هي مش عايزاه. ده انا تتصرف معاه في الشوارع ليه؟ حسيتي ولا جرى المخ هي اعتدال؟ اندهلها واسالها. امينه، الراجل شارينا والعز اللي هو عايش فيه بنت السلطان تتمنى تعيش فيه. سلطان ايه اعتدال؟ هو بعت لنا سلاطين. امينه، الكلام اللي بتقوله امك ده صحيح؟ كلام ايه يا بابا؟ ما انت لافه وعارفه، لكن هتعمليهم على مين؟ ما تشوفها بقى كانت ماشيه معاه في ايه ومش عايزه تتجوزه في ايه؟ بس انطقي. بصراحه يا بابا كان في علاقه بتربطني بصلاح، بس انا عمري ما عملت. بلها يا غرزه قدام الناس على الفاضي. انت دول اخواتك، كنت بشوفك زي ملاك. ملاك ايه وعفريت ازرق ايه؟ الراجل دخل البيت من بابه وما غلطش. تقوموا تغلطوا انتوا وتنطحوا راسكم في الحيط. اتحايلنا عليه يقعد لما يكمل علاجه، مرضيش، وقال لهم يموت في البيت اكرم لي. بكره يقوم بالسلامه يا رب. عايزين نبقى نزور اشرف وطارق. اه تعرف انهم وحشوني قوي. انت قنوش بتسال على طارق، بتقول عليه طيب قوي. واشرف طيب، وانا وانت طيبين. تيجي نسافر؟ سافر؟ انا خايف يا ابراهيم، ما تسالنيش خايف من ايه لان ما اعرفش. تشرب حاجة ولا ايه؟ سيبك من الشرب، انا بفكر ابيع الشقة وفلوسها اسافر انا وانت. صعب اسيب ابويا وهو تعبان، مستحيل اسيب امينة. يا عم يا عم، بكرة ابوك يقوم بالسلامة وعنده اخواتك وامينة، اما تسافر ان شاء الله ابقى ابعت لها. ربنا يتمم بخير. على بركة الله، نار الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حصل ده انا عاوز له تفسير واضح. ابراهيم احنا في المحل، يا ريت ما تزعقش. انا اسف اسف، في المحل. معلش معلش، انا مش عايزك تزعل مني. انا كمان مش عايزك تزعلي مني. ابراهيم في حاجات حصلت مش عارفه اقولها لك ازاي. ليه؟ الحاجات دي تخوف ولا تكسف؟ بالاسلوب ده مش هنعرف نتفاهم. على فكره ده ايه في حياتك؟ هتباتي في المحل النهارده ولا ايه؟ ابدا، انا هقفل الحساب على طول. بس مش مشكله، الحساب اتعمل بكره. حاضر، دقيقه واحده هكون خلصت.
اقول ايه؟ ما تقيسي الفستان ده. ليه؟ متهيألي متوصل على جسمك. مش تعرفينا بالاستاذ؟ الاستاذ ابراهيم اخو نهد زميلتي في الكليه، كان جايب لي كشكول منها عشان انقل المحاضرات. اهلا وسهلا. واخو صاحبتك ما ردش عليها ليه؟ يمكن ما خدش باله. مش مشكل. ما تخش يا ابراهيم يا ابني، هو ذنب عليك وقفه البلكونه دي. بتقولي يا يما؟ لا بقول ولا بعيد، خليك مقطوع للبلكونه اللي هتجيب اجلك لما نشوف ايه اخرتها. معلش هو طلب سخيف شويه، قولي للي بتتكلم في التليفون ما تتصلش هنا تاني. مالك يا اخ ابراهيم؟ بارك بعينيك فينا كده، انت والاخ عزيز. ابراهيم وعزيز ليس باخوة لنا. انتوا اللي مالكم؟ وايه اللي بيحصل لكم ده؟ لقد اراد لنا الله امر السرقة لندخل هذا المكان لنعرف ان للخير طريق نهتدي اليه ونتوب الى الله. في السجن؟ في اي مكان وفي اي زمان. الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. انتوا اكيد في حالة مش طبيعية. يا اخ ابراهيم ما تتعبش نفسك بالزيارة مرة اخرى، انت والاخ عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيز، هم دول أشرف وطارق اللي احنا نعرفهم؟ ما تيجي نسأل إبراهيم، يمكن دول اتنين تانيين غيرهم. هتفضلي على الحال ده لحد امتى؟ حل ايه؟ والله ما انا عارفه حل ايه. راقده وقافله على نفسك زي ما تكون عين صبيتك. يمكن اذا كان كده يبقى نعمل لك زهر. سيبيني في اللي انا فيه، ربنا يخليكي.
ولو اني ما مش عارفه اللي انت فيه لكن حسيبك، بس يكون في علمك صلاح جاي النهارده وهتقومي تخرجي وتقعدي معاه، ومش هيحصل اللي بتعمليه كل مره. أمينة طلبت مني أديهولك. مش فاهم. مش فاهم ولا مش عاوز تاخده؟ أنت مش عارفة إيه اللي حصل؟ اللي أعرفه إنها من ساعة اللي حصل وهي راقدة في السرير. يا إبراهيم أنا غلطت وعايزاك تسامحني. أنت عارف إن اللي بينا مش علاقة تنتهي بالشكل ده. اللي بينا جواز يشهد عليه ربنا. اللي بينا جواز مش ناقصه غير الإشهار، ولو عايز تسيبني لازم ترمي عليا يمين الطلاق. أمينة! قلنا كتير ومفيش فايدة. كتب كتاب. لأ يا بابا. قمتي ليه من السرير وأنت تعبانة يا بنتي؟ لأ في عينك، إحنا اتفقنا، مش عاجبك اتفقنا أخبطي راسك في الحيط. مش هخبط راسي في الحيط، واتفاقه ده أنا ماليش دعوة بيه. دام الراجل جاهز يا امينه تستنوا ليه؟ نستنى لما اجهز انا. هو عندي يا بت. ايوه عندي. فرضه طولك وقايمه قيمتك زي اللي مالكيش كبير، ده انا هخسر لك دماغك. اتفضلي. ها وبعدين يا اعتدال، كل حاجه عندك قفشه قفشه. نفضها سيره دلوقتي وبعدين نشوف ايه اللي هيجرى. مفيش بعدين يا سيد، الشكه وكذبك فيهم واحد زي ما اتفقنا مع صلاح. وانا قلت الكذب الكتاب. لا يا ماما، ومن اللحظات دي عايزه صلاح يجي لي الكليه ولا الشغل، ومش عايزه حد يوصلني خالص. شايفين عمايلها؟ زي ما تكون بتطفشه. مش لكتب الكتاب وبس. قلت لا يا ابراهيم، قلت لا، لكن ضعفت، ولما ضعفت خبت ووافقت ولقيتني بضيع. وانت فين مش لاقياك؟ لحظه ما خرجنا من عند الدكتور كان متهيالي ان انت هتمد لي ايدك وتاخدني في حضنك، لكن اتفاجئت بضربك ليا. حاولت افهمك ليه وازاي انا وافقت على الخطوبه، لكن ما لقيتكش، مع اني كنت محتاجه لك تحميني من الغلط اللي انا عايشه فيه مع نفسي. ما لقيتكش تحميني منهم يا ابراهيم. ما لقيتكش تحميني منهم ازاي يا امينه وانت عايشه في الحضانه؟ وبعدين لما تقدر تخلي من ايه؟ امك عايزه العلاقه القديمه مع صلاح ومسكت عليك زي قدام ابوكي عشان تتعرضي تتجوزيه. انا يا امينه ما اقدرش احميك الا اذا كنت انت تقدري تحمي نفسك. انا ما قصدتش الومك على اللي انت عملته. ولا انا كمان قصدت الومك على اللي انت عملتيه. اوعى تفكر تسيبني يا ابراهيم. سيبك، تبقيش خايبه مجنونه بقى. تعرف انك وحشتني قوي. انت كمان. لازم تقولي لا يا امينه. لا نوم وانا براجع ملف قضيه حمدي ناس. اغسل وشك وحصلنا عملك. حاضر. Thank you.
ابراهيم؟ ايوه هغسل وشي واقابل حضرتك على طول. سريري هاني الجر قدامي مزنوقه بره ابوك وامك بالصوت ممكن الكلام بالراحه ما ابعد عني انت خلص قتلك تعالي صلاح ارجوك اللي انت عايز تعمله في البيت اعمله مش هنا خلاص خالص الجر قدامي بالذوق يا صلاح يا اخي ده تريت مين هتتجوزه مش مال عينيها تقول مش تركب له قرنين في دماغه وتقول له فيه حمار ماشي يا جماعه الفرفور زيك وانت على سمة راجل طفله برقبتك ورقبتك اللي خلفوك انا مش على سمة راجل انا لازم نفسي والراجل اللي طفله برقبتي ده انا مش عايزاه بت واحد غيري شافك في الوضع الغرامي اللي شفتك فيه ده كان يتف عليك ويمشي يعني ما يشرفوش ان يتجوز واحده زيك بس انا برضه شاري يا بنت الناس انت خطيبتي وهتبقي مراتي وهي نفسها ابله وعزه جلال الله يا امينه ان مرجعت لعقلك لخليك تندم العمر كله ونويتي على ايه يا تجنن يا موت انت يا بنت بتراهني على نفسك ابويا شاف الضرب اللي على وشي وامه حكيت له ضربتني ليه تعرفي عمل ايه لا حاجه أبوك راجل طيب قوي يا أمين طيب ولا ضعيف الاثنين واحد شكلك كده بيقول ان انت خدتي قرار نهائي وحسمتي كل الامور مش هينفع استمر معك طيب عشان علقه واحده اخدتيها منك عشان حاجات كتير ايه سايباني وماشيه كده ولا كانك تعرفيني احنا في الشارع هو ده كل اللي همك احنا في الشارع ايه اللي عمل فيكي كده ضربك ما ضربنيش وحتى لو ضربني افتكر من حقه بعد اللي شافه قلبي حق مش خطيبي لو سمحت عاوز امشي مستعجله قوي امشي يا امينه بس يكون في علمك انا مش هسيبك تعيشي متهنية وانا بموت انت بتعذبني يا ابراهيم السلام مبروك الله يبارك فيك شوفي شفتك قد ايه حلوه جميله قوي وغاليه مش مشكل مبروك عليك مطلوب مني ايه دلوقتي بقى؟ اشوف لي كهف اعيش فيه مع الذكريات واسمع اغاني ام كلثوم وعبد الحليم ولا اقطع على رجلك ابوسها واقول لك ارحميني ما تسيبينيش يا امينه انا محتاج لك علق على صدري يافطه مكتوب عليها مجنون امينه سيد عبد الوهاب وامشي بيها في الشارع عشان الناس تتفرج عليا وتتصعب وتقول عيني عليك جدع كان كويس ابراهيم انا جاي عشان افهمك الموقف انهي موقف؟ القديم ولا الجديد؟ بعدين هو اصلا في موقف قولي انك جايه وخايفه اتجنن واعمل لك فضيحه وافركش لك الجوازه يا ريت ما تخلينيش اندم اني جيت لك وتبطل تجريح فيا ولا انا في ده ايه مش تجريح؟ ولا انت شايفه ان وسام شرف المفروض اتعايق بيه؟
ما اقدرش افرض على نفسي الحرب معاهم، وانا عارفه متاكده اني هخرج منها خسارة. لكن تزقيني انا من سكتك كده بكل بساطه وترميني تحت الجزمه وتدوسي عليا. كنت فاكره ان حبي ليك هيقويني، لكن اللي حصل ان لقيته بيضعفني اكتر. لا يا هانم، اللي حصل انك حره، كل حاجه بكيفك وبمزاجك، تحبي وقت ما تحبي وتحبي اللي انت عاوزاه، وتتجوزي وقت ما تتجوزي وتتجوزي اللي انت عاوزاه، ولما يشد عليك شوق الرغبه تنامي مع اللي انت عاوزاه. احقر بني ادم شفته في حياتي. طبعا مش جالك العريس الميمون بتاعك انت وبتاع امك؟ ابراهيم اذا كنت بتتعذب انا بتعذب اكتر منك، لاني بحبك انت وعايزاك انت. وعشان بتحبيني انا وعاوزاني انا تقومي تروحي تتجوزي واحد غيري. انا شايفه قدامي واحده بنت ناس مش واحده من الشارع. متفرقش كتير في الظروف دي. العمليه مش حل، حاولي تلاقي حل تاني. العمليه انت بتتحكي بيها على الراجل اللي هتشيلي اسمه ومالوش ذنب في اللي حصل لك، لكن عمرك ما هتقدري تتحكي بيها على ربنا. انا ما اقدرش غير اني اعملها. وانا ما اقدرش اعملها لك، شوفي حد غيري واكيد هتلاقي. العملية أسهل من شكة الإبرة، ودلوقتي تشوفي. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Right!
بنت خالتي انه طلع عرق في خدها وهم امنه خرجت من المستشفى. ما اصل الحاجات دي بتيجي من الزعل. الدكاتره بتقول اللي بيحصل له كده بيتكتب له عمر جديد. يلا ماشي الناس دي، ابراهيم تعبان. اتفضلوا. ده منزل الست امينه سيد عبوان. ايوه يا خير. انا امينه. اتفضلي من هنا بالاستلام. استلام ايه؟ انذار طاعة من جوزك. ايه؟ جوزها؟ جوزها مين؟ الاستاذ ابراهيم محمد شهير. مستحيل. اتفضلي يا امي. امضي. امضي. ماهر عبد الهادي المحامي حاضر بموجب بتوكيل رسمي من المطار. ابراهيم محمد شاهين المحامي وصاحب انذار الطاعه. مستنداتك يا استاذ ابراهيم. قولي لي يا اخي، قضيتك نفقه ولا طلاق؟ ممكن نخرج من هنا؟ ليست هناك اصلا علاقه من اي نوع تربط بين موكلتي الانسه امينه سيد عبد الوهاب وبين الاستاذ ابراهيم محمد شهيد. ولان القانون يشترط اصلا لسماع دعوى الزوجيه ان تكون هناك وثيقه رسميه. سياده الرئيس، لقد وضع القانون شرطين اساسيين لقبول دعوى الزوجيه. الشرط الاول هو ما تنص عليه الفقره 5 من الماده 99 لقانون 87 سنه 1931. لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة أو سن الزوج تقل عن 18 سنة. وهذا الشرط لا ينطبق علينا، فأنا والسيدة أمينة تعدينا سن الـ20. والشرط الثاني هو أن يكون دليل الزوجية مقبولا في القانون. يدفع الزميل بأن شروط القانون تنطبق عليه وعلى موكلتي ليكون زوجين. في حين أنه ليس من اختصاص عدالة المحكمة هنا الإثبات أو الإنكار لهذه العلاقة الزوجية التي يدعيها، وهذا على افتراض أن الخطاب الذي يستند إليه سليم من كافة جوانبه، وعلى افتراض أنه قد قامت بينه وبين موكلتي معاشرة جنسية يدعي الزميل أنها معاشرة الأزواج استنادا منه إلى الخطاب. فإن ما يستند إليه الزميل هنا في طلبه لموكلتي بالدخول في طاعته هو نفسه ما أستند إليه أنا لرفض الإنذار بالطاعة وإسقاط الدعوة. حكمت المحكمة بقبول الاعتراض المقدم من المعترضة شكلا وفي الموضوع برفض إنذار الطاعة. ما توجعيش دماغك، القضية سقطت وانتهينا. يا نصيت قلبه البعيد، لسه ما انتهيناش. يعني هنجري وراه في المحاكم ونفتح بنتنا بإيدينا؟ أمال هنسيبه كده؟ كله من ضرايبك أنت. حصل ايه؟ قضية فشوش، الواد ده لازم يتربى. أنا بقول كده برضه. والله كل واحد يروح لحد سبيله وخلاص. مين؟ أبوك الله يرحمه كان مرمي في المستشفى، وستك رحته وعملت لي فيها عريس وتقدمت لها، أمال طردتك طردة الكلاب. عايز مين ايه تاني؟ حس على كرامتك شوية. خلاص البنات خلصت من الدنيا وما انتش لاقي. تلميذ الابتداء ما عملش اللي انت عملته ده يا ابراهيم. اطلبها في الطاعه وكل اللي في ايدك منها جواب ما يوصلش بحكم القانون بتاعكم لجواز عرفي. يا ابراهيم بص لمستقبلك. مستقبله؟
ده تلاقيه ناوي يلف ويسرح على العجله مع ابوها على قصه اللبن. يا اخي فك حلقتك بغيرها ومطرح ما ترسي دقلها. البنات مهما رضت على قفا مني شيء، دي الحكومه من كترتهم بتفكر تعملهم سوق زي سوق الجوار بتاع زمان. مفيش غيره انسيك يا ابراهيم. سفر شغال عليها بلطجي ابو عصايا ابن العسكري وفاكرنا هنخاف منه. المره المليون بسالك، ماسك عليكي حاجه غير جواب الكذب بتاعه ده؟ ماسك ايه يا سيد؟ ما كنا بنات زيك، ما حدش استجرى يمسنا بكلمه. ده هي اديته فرصه في كل اللي عمله واللي لسه هيعمله. يلا خلي بيوتنا تخرب بسبب فضيحه الست امينه وعزه الله ما نسكتاله. الواد ده يترزق علقه يتوب عليها. الحكايه مش ناقصه شوشره. امينه ان راحت ولا جت فيها لحمنا. ما كناش هنخاف عليها هنخاف على مين؟ ما نكبرش احنا المساله بقى ونخلي اللي ما سمعش يتفرج علينا. ارحموا. حاول تخلصنا بسرعة يا عزيز. اوكي. اهي كلها وساخة. ما تفتحي يا عاملة كانت نايمة. لم لسانك لقطعهولي. خشي جوه يا عم. اسمعي كلام ابني تخش جوه. اتهدي يا ست انت. هدت هدك يا عرباجي يا حافي. إن ما خليتك فرجة للحتة كلها ما بقاش أنا. الفرجة عليك وعلى بيتك والحتة كلها تشرب في جنة. تشرب على الناس اللي ما بيعرفوش ربنا ويرموا بلاهم على الناس. يا أخويا دور على خبز تعيشك الحال قبل ما تقول يا جواز. يا أختي أنت فارزة ألوانك وطالعة في السما على إيه؟ ما تكونيش فاكرة إن أبوكي الباشا بتاع السرايا جاتك نايمة. ده أبوكي حسين السرايا. لما خش جوه. اللي سايل خش جوه يا عم. إن ما خليتك تلف حوالين نفسك زي الطهر الدايخ. وأنا اللي ما خليتك تبص تراب جزمتي تقولي عليها مش راجل. وعزة جلال الله لا أجيب لك مصيبة وأدخلك السجن يا رمة يا ابن الواطي. ألو؟ 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 إن هذا الخطاب لا يرقى أن يكون دليلاً لإثبات تلك العلاقة الزوجية التي يدعيها الأستاذ الزميل. ثم إننا نطعن على هذا الخطاب بالتزوير، فهو لم يصدر عن موكلتي، وهو ليس إلا حيلة لجأ إليها الأستاذ الزميل للإساءة لسمعة موكلتي والتشهير بها. التمس من عدالتكم إعلان السيدة أمينة سيد عبد الوهاب بالحضور لسؤالها عما إذا كان هذا الخطاب هي صاحبته أم لا، وعما إذا كان الخط الموجود بداخله هو خطها أم لا. تعبانه ولا مش عارفه تحلي؟ الاثنين. حاولي تركزي، الوقت قرب ينتهي. الجواب ده بتاعك يا امينه؟ لا. والخط ده مش خطك؟ لا مش خطي. مش حاسبك يا امينه ومش حاسبك. سامعين بيقول ايه؟ قول اللي يقوله. امشي امشي. هنكشف عليك يا امينه كل حاجه على البال. طول بالك. وبيخلي تربيه الكذب اللي انت عاملاها دي تنفعك.
كده من على جوزها. اهدى يا صلاح، كل حاجه هتتعدل. هنفضل نجري في المحاكم لغايه امتى يا ست امينه؟ يا ابني اللي ليه وربنا هيكون. يا عم سيد الواد ماسك نفسه وجامد في القضيه، وبنتك بتكذب، ومقال المحاكم والقضايا ده حبال طويل، ده مش هنخلص. خلص ونكتب. نكتب ايه؟ مفيش قوي كده، احنا مش هنكتب جواب، احنا هنكتب الكتاب. لا يا عم سيد. شوفي نفس مش هسيبك. بني ادم حقير زيك هستنى منه غير كده؟ هدمرك، هخليكي متعلقه كده، لا منك متجوزه ولا عمرك هتتجوزي. انت جاي ليه بالظبط؟ جاي اقول لك ان غير الجواب في شهود، واولهم الاوضه دي. انا هخليها تنطق وتقول للناس انا كنت بعمل معاكي ايه فيها. ايوه الان لو سمحت، هنا محل ندم، في واحد بيضايقني هنا. تطلبي لي الامن؟ ماشي، انا قاعد معاكي لما اشوف الامن بتاعك ده هيعمل ايه. مساء الخير، حضرتك وقت الامن؟ ايوه، اصل كان في واحد بيضايقني وبحجة ان هو بيشتري فستان، ولما ندهت الامن خد بعضه ومشي. وحضرتك تعرفي اوصافه؟ الحقيقه ما ركزتش. والاستاذ ده خطيبي. عموما ان حد ضايقك اتصلي بينا من غير ما يحس علشان ما يهربش. واي خدمه. شاكره قوي. عفوا. ايه؟ خفت تقولي ولا حنيتي؟ انا لا خفت ولا اتنيلت. ولو سمحت بقى، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. مش بكيفك يا مدام. يا رب تموت. مش مطلوب منك اكتر من انك تحاولي تتكلمي معايا كصديق. الخبير اثبت ان الجواب بخطك، وده بيصعب موقفك. والحل؟ القانون بيسمح بوجود علاقه جنسيه بين الرجل والمراه طالما ان العلاقه برضا الطرفين وانهم تعدوا سن الرشد. افهم من كلامك ان لو قلت في المحكمه ان كان في علاقه جنسيه بيني وبين ابراهيم تسقط القضيه ويسقط حقه فيها؟ بالظبط. مستحيل، ما اقدرش اقف في المحكمه واهلل واقول لا يمكن. انا عارف كده كويس، بس انت ما تقدريش تقفي في المحكمة دلوقتي وتنكري ان الجواب ده بتاعك. ازاي اقف في المحكمة واقول ان الجواب ده بتاعي؟ بالشكل ده ببقى اكد كل كلمة فيه. هتقولي انه بتاعك، وهتقولي ان الكلام اللي فيه مش اكتر من كلام. الوضع بالشكل ده اكيد هيختلف. فهمتي؟ فهمت. عشان ما نديش فرصة تانية لابراهيم يعمل أي حاجة، خصوصا ان القضية حساسة جدا بالنسبة لك، وابراهيم بيتعامل فيها بعند. عارف. هيتأخر يا شكري؟ قبل ما تخلص عودك هيكون هنا. تعرف الفيز دي لو طلعت مضروبة؟ ما تكملش يا عزيز، عيب. هتسافروا امتى؟ لسه هتفق انا وابراهيم على ميعاد. تمام يا شكري. ابراهيم؟ اللي يشوفك يقول مسافر الجنة مش جهنم اللي ما بترحمش. ليه انكرت يا أمينة؟ خفت. خفت كلامي يتاخد على انه تأكيد لكلام الأستاذ إبراهيم. فسري أكتر. الجواب فعلا جوابي، وفعلا انا اللي كاتباه، لكن الكلام اللي موجود فيه مش اكتر من كلام على ورق. استغل الاستاذ ابراهيم ضدي بالكذب. لكن فعلا في علاقه بيني وبين الاستاذ ابراهيم، وحصل ان هو تقدم لي واهله حاولت معاهم ان يقنعهم بيه لكن ما قدرتش، وده اللي خلاني اقطع علاقتي بيه. كملي يا امين. أثناء العلاقة حصل إني زعلته، حاولت إن أنا أصالحه بالجواب اللي بعتهوله وبالكلام المكتوب فيه، على اعتبار إن ده شيء عادي بيحصل بين أي اتنين بتربطهم علاقة حب، يعني لما بيتكلموا مع بعض أو بيكتبوا لبعض بيبقى دايما هو الجواز النهاية اللي بيتمنوها لعلاقتهم، لكن المسألة عمرها ما تعدت حدود الكلام. اسمح لي عدالة المحكمة بسؤال السيدة أمينة. اتفضل. هو في إنسانة عاقلة ورشيدة
تكتب كلام لمجرد انه كلام لواحد بتحبه فتقول له. انت عارف ان اللي بينا علاقه ما تنتهيش بالشكل ده. اللي بينا جواز شاهد عليه ربنا. اللي بينا جواز مش ناقصه غير الاشهار. ولو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق. لو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق. خلاص اعتبرني مجنونه. في شهود يا امينه، في شهود. اطلب من عداله المحكمه اعلان كل منهم. دكتوره فتحيه صالح حموده، دكتور رفيق عبد التواب حلمي، الانسه ناهد محمد طصن، الاستاذ عزيز محمد هاشم بالحضور لسماع شهادته. كما انني اطلب من عداله المحكمه توقيع الكشف الطبي على السيده امينه سيد عبد الوهاب بعد سماع شهادتي دكتوره فتحيه صالح حموده ودكتور رفيق عبد التواب حلمي ومطابقه اقوالهما بتقرير الكشف الطبي عليهم. الله، ايه ده انت وقفت ليه؟ هنتكلم، عندك مانع؟ نتكلم. الورقة اللي معاه وبيلعب بينا بيها على مزاجه، مولها ايه؟ انت مش اتقصت وعرفت مولها؟ انا مستني اعرف منك. مش فاهمة. لا فاهمة ومستني اسمعك. متهيالي مهما اتكلمت مش هتصدقني. بالعكس، من مصلحتي ومصلحتك اني اصدقك. خلاص اسال وانا هجاوبك. سالتك يا امينة. والجواب؟ كل حاجه كانت بينك وبين الصغيره قبل الكبيره. انت هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا خطيبك وهتجوزك. لسه ها، ولغايه ما يبقى يا ريت نتعامل مع بعض في حدود الخطوبه وبس. وحرام عليا وحلال لابراهيم افندي بتاعك. ها نحجز التذاكر امتى؟ سليمه عيب يا استاذ، في القنصليه رأس. طب ما نقدرش نستنى شهر ولا اتنين وتلاته واربعه كمان لو عايزين. لكن عشان ايه نستنى؟ عشان قضيه امينه؟ ايوه يا عزيز، عشان قضيه امينه. انت كده تنتحر يا ابراهيم وعايز تموتها معاك. امينه لازم تعرف ان الله حق. في اللحظة دي بس أقدر أسافر وما أرجعش هنا تاني، حتى وأنا ميت. دكتورة فتحية صالح حمودة، أخصائية أمراض نساء ولادة. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. تعرفي السيدة أمينة سيد عبد الوهاب؟ أيوه. والأستاذ إبراهيم محمد شاهين؟ لا. أنا عرفت الدكتورة فتحية من كلام أمينة عليها لما راحت تكشف عندها، لكن دي أول مرة أشوفها النهاردة. اتفضلي يا دكتورة قولي اللي تعرفيه. أمينة جات لي العيادة مرتين. المرة الأولى كان من حوالي 8 أشهر، وكان اسمها في تذكرة الكشف سلمى عبد الله. وقتها قالت إنها بتشتكي من إفرازات خاصة، ولما كشفت عليها ما لقيتش أي إفرازات، لكن لقيت غشاء بكرتها مفضوض والتهابات بسيطة. ومن كلامي معاها بعد الكشف أدركت إنها جت مخصوص تكشف عشان الموضوع ده بالذات. والمرة الثانية اللي جاتني فيها كان من حوالي شهرين ونص تقريبا، والمرة دي من غير كشف طلبت مني ان اعمل لها عملية. عملية ايه يا دكتور؟ عملية في اعتقاد انها بترجع غشاء البقرة لوضعه. كانت لوحدها؟ لا، كان معاها واحدة اعتقد انها صديقتها. رفضت طبعا، لان العمليات اللي من النوع ده عمري ما فكرت اني امارسه، ونصحتها انها تحاول تلاقي حل تاني. ارجو السماح لي بسؤال الشاهد. اتفضل. كم حالة في اليوم بتيجي لحضرتك في العيادة يا دكتورة؟ صعب نحدد. يعني نقول المتوسط؟ حوالي 6 7. نقول 6. العيادة بتفتح كم يوم في الأسبوع؟ 5 أيام. الدكتورة بتشتغل في مستشفى؟ مستشفى الساحل. قلتي إنك أول مرة شفتي فيها أمينة كان من 8 شهور، وبحسبة بسيطة يعني من 32 أسبوع، وبنفس الحسبة من 160 يوم.
متوسط الحالات اللي بيجيلك في اليوم 6 حالات، يعني 960 حالة في 160 يوم، ده إلى جانب شغلك في المستشفى. السؤال يا دكتورة، هل من الطبيعي أنك تفضلي فاكرة أمينة كحالة مرت عليكي بعدها 960 حالة؟ أنا قلت أن أمينة جاتني مرتين، وأن المرة التانية من 2.5 شهر، والمرة دي هي اللي فكرتني بنفسها، وفي المرتين دار بينا حوار طويل. يا ترى كل حالة بتجيلك بيدور بينك وبينها حوار طويل؟ طبعا لا، لأن أمينة تعتبر موقف مش حالة. اللي أعرفه يا دكتورة أن أي شيء بيخص المريض بيعتبر سر بيؤتمن عليه الطبيب المعالج. الدكتورة فتحية مطلوبة للشهادة يا أستاذ مهدي. ليه أمينة جاتلك أنت بالذات وطلبت منك تعملي لها العملية؟ السؤال ده تسأله لأمينة. اللي أعرفه يعني إنها كانت قصة حب قوية جدا بينهم، اتطورت يعني لا مؤاخذة للجنس. والله يعني كان إبراهيم كان بياخد مني مفتاح الشقة عشان كمان أنا يعني قاعد لوحدي عشان يتقابلوا فيها يعني. شفت إبراهيم في الشقة عندك مع أمينة يا أستاذ عزيز؟ على السلم. شفتهم كذا مرة، يعني أكون أنا نازل متأخر هما طالعين، أو أكون أنا طالع بدري يعني وهما نازلين. على افتراض إن كلامك سليم. أنا حالي في مين ربنا؟ شفتهم وهم بيمارسوا الجنس مع بعض؟ ما تجيش يعني. ولما أنت ما شفتهمش وهم بيمارسوا الجنس مع بعض يا أستاذ عزيز، ليه حكمت وقلت إن قصة الحب اللي بينهم تطورت للجنس؟ مش القصد يعني، طب هما لا مؤاخذة يعني كانوا بيتقابلوا في الشقة ليه يعني؟ لعبوا كوتشينة؟ اتأخرت كده ليه يا ناهد؟ ما كانش راضي يخليني أنزل. أنا جاي أستنى بعد ما نجي. يا نهار أبيض عشان هينادوا على اسمك. يلا. علاقة حب انتهت لما إبراهيم طلب أمينة للجواز وأهلها ما رضيوش بيه. أمينة جابت لك سيرة جواز تم بينها وبين إبراهيم؟ ما حصلش. رحتي مع أمينة عيادة الدكتورة فتحية صالح حمودة وطلبت منها أمينة قدامك إنها تعمل لها العملية؟ ما حصلش. والجواب مش أنت اللي جبتيهولي؟ لا مش أنا. لسه لسه المشوار طويل، ده انت هتشوفي منه ذل وبهدله ما شفتيهمش في حياتك لغايه لما تسلمي او تموتي بحسرتك. مش هسلم يا ابراهيم ومش هموت بحسرتي، ولو خيروني بينك وبين الموت اختار الموت لانه اكرمني ونعيش لحظه واحده مع واحد زيك. امين كلمي يا ابوك. ترى الهرم جهالي وقبل الفجر تعمل ايه؟ خلص ايه من كل اللي بتعمله ده يا ابراهيم؟ عاوز عايزي تقوم تجريني في المحاكم وتفضحني وسط الناس، تمشي وتمشيني معاك في سكة خراب. إن شاء الله تكون سكة موت. إبراهيم، حاول ترمي نفسك في حضن ربنا، يمكن يخلصك من الغل اللي أنت فيه. أنا مفيش جوايا غل ولا حاجة، أنا بحبك وعاوزك. أنا حسبته معاكي؟
على حساب اي حاجه في الدنيا. يا ابراهيم انت كده بتخسرني. ما افتكرش اني هكسبك لما اسيبك لصلاح بتاعك وبتاع امك. يعني ايه؟ هتتجوزني بالعافيه؟ واحنا لسه هنتجوز. الدرجه دي وصلت بيك الوساخه؟ نصيبك معايا. ابراهيم ما تخلينيش اكرهك. اكرهيني لو عايزه، ما اقدرش احوشك. ابراهيم الجواز حاجه والحب حاجه تانية. عرف العوائل اللي زيك اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض في الدرع، لحظه ما تقول يا جواز الحكايه بسيطه قوي، عمليه ما تتكلفش ملاليم. ملاليم وشرفك يرجع لك كده بس. مش قبل ما اعرف اللي بينا ده كان ايه؟ ولا سنة ولا جواز ولا كان ايه؟ اللي بينا كان ايه؟ انا كنت بالنسبه لك ايه؟ طاير طاير بالنسبه لك ايه؟ طاير تجننت يا تجننت العظيم. كنت فين يا أمينة؟ وإيه اللي بهدلك كده؟ اديني الأمان وأنا هعترف لك بكل حاجة. خشي نام دلوقتي. بكره الساعة 9 بالليل تكونوا في المطار. مع السلامة. قاعد بسمع غرمياتك على الكورنيش. واللي يشوفنا يقول بينا غراميات. لو تويتك بالموت الناس هتقول عليا راجل. طول عمري بشوفك غير اخواتك، حاجه قريبه مني دونا عنه. سبحان من مصبرني وانا قاعد بسمعك. عمرك شفتي اب وهو بيسمع بنته وهي بتقول له انا نمت مع فلان، مشيت مع فلان، انا وسخت شرفك ودفنتك بالحياه؟ انا لو مجنون وسمعت منك اللي سمعته كنت عقلت، لو عاقل كنت اتجننت. بالك الناس دي كلها بتقول عليا ايه انا وانتي دلوقتي؟ بتقول قاعدين نقول كلام حب لبعض. أنا وأنتي بنقول كلام حب لبعض. اشربي. اشربي. خايفة مني؟ اشربي. ما تخافيش. لكم كمان حاجة بابا. يا بنت ما تخافيش مني، أنا ما أقدرش أذيكي. يا بنت الناس رايحة جاية عايزين يقولوا الراجل يخرب. بس 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 يا حبيبي. شوف حاجتك وراجعها وان شاء الله مش هتلاقي حاجه ناقصه. كلامك ده ولا كلام ابن اعتدال؟ الجواز اسمه نصيب يا ابني. نصيب عم سيد ولا كلام الواد ده صحيح؟ صحيح مش صحيح، ده حاجه تخصنا. السلام عليكم. مع السلامه يا ابو امينه. يلا مش مشكل. شوف يا ابني
على بلاطة كده أنا أمينة حكيت لي على كل حاجة حصلت بينك وبينها. أنا جاي لك عشان نتفاهم بعيد عن شغلانة المحاكم ودوختها، واللي أنت عايزه هيمشي. أنا مش عايز غير أمينة. استبين، عايز أمينة تكسب عليها وتلغي القضية اللي أنت عاملها دي بمعرفتك وخطبها. ما بقاش خطبها. طائرة شركة مصر للطيران، الرحلة رقم 787 المتجهة إلى الشرق. على السادة الركاب سرعة التوجه إلى باب الخروج رقم 8. قول ورايا. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. قول ورايا. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. يا ماما thank you.